رح نبدأ درسنا اليوم. المادة اللي رح أدرسكم فيها أمراض الدم. رح نبدأ بتعريف الدم، عناصر الدم، وعلاقة أمراض الدم في باقي الاختصاصات. رح نحاول بكل جلسة إذا كان في سبب أو مناسبة حتى نحكي عن علاقة هالشيء بباقي الأمراض. أنا اسمي البروفيسور جمال سواس، ابتديت التدريس في جامعة حلب سنة 1994. طبعا درست قبلها لكن بشكل رسمي سنة 1994 مع طلابي صاروا عمداء كليات. أرحب فيكم وأهلا وسهلا، والله يوفقكم إن شاء الله، نتعاون نستفيدوا. الصوت واضح؟ في شيء إشكالية؟ آسيا. واضح حكيم، واضح، يعطيك العافية يا رب. تمام، لغينا الصورة مو هيك؟ نعم حكيم، كاميرتك ما هي واضحة، ما هي طالعة، بس شاشة اللابتوب بس الصوت. طيب، الدم هو السائل الحيوي الأساسي في الإنسان، وكلياتنا عندنا فكرة أنه الدم جوات الجسم. الحقيقة إذا كان أخذناها بشغلة فلسفية فإن الجسم هو داخل الدم، لأنه كل الخلايا الحية في الجسم تسبح في الدم، تأخذ منه وتعطيه. الدم هو وسيلة التواصل بين مختلف الخلايا وله وظائف كثيرة: التغذية والتنفس والنقل والدفاع عن الجسم. عموما معظم وظائف الجسم تتم بالشكل التالي: في عنا منشئ، ثم ناقل، ثم مستقبل، ثم متأثر. يعني مثلا في عنا الغدة الدرقية تفرز هرمون ثيروكسين، الناقل هو الدم ينقله إلى مختلف الأعضاء التي تملك مستقبلات لهرمون الثيروكسين فتتأثر به. ولكل وظيفة في عنا منشطات ومثبطات. إذا رجعنا للدم، الدم هو الذي يقوم بدور الوساطة بين مختلف الأعضاء. فالغدد الصم تفرز هرموناتها إلى الدم وهو يوصلها إلى مكان عملها. أيضا الأكسجين يوصله إلى النسج ويعود بثاني أكسيد الكربون. والدم مثل باقي أجهزة الجسم عالي التقنية، دقيق جدا، وأيضا جعل الله فيه إمكانية المرض. فالدم هو وسط ثائل له صفات فيزيائية وكيميائية. مثلا الكثافة النوعية قريبة من الماء، تزيد عن الماء بقليل، التفاعل قلوي خفيف، طعمه مالح، درجة حرارته فوق 37.5. حين يدور يفقد جزء من حرارته لكن يعود فيسخن، وهكذا. هذا الوسط السائل نجد فيه مكونات خلوية ومكونات لا خلوية. المكونات الخلوية الطبيعية هي الكريات البيضاء والكريات الحمراء والصفيحات. الصفيحات لا تعتبر خلايا، هي أجزاء من سيتوبلازما خلية عرطلة كبيرة. وظيفتها هي عبارة مثل كبسولات الدواء، في داخلها في جهاز عالي التعقيد، سيستم عالي التعقيد يحوي كثير من المواد الفعالة حيويا. نحن نتعرض لكل وظائف لكل خلية من هذه الخلايا. هذه الخلايا لها أعداد تتراوح فيها حد أدنى وحد أعلى. قال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا الأحسن التقويم هو بين حدين أعلى وأدنى،
فإذا شذ باتجاه العلو كان مرضيا، وإذا شذ باتجاه الدنو أيضا كان مرضيا. ولهذه الشذوذات أسبابها حين نتكلم عن كل شذوذ من هذه الشذوذات. هذا شذوذ رقمي عددي، لكن هناك أيضا شذوذات وظيفية، إما بزيادة الوظيفة وإما بنقصها. مثلا الكرية الحمراء هي وظيفتها الأساسية، لها وظائف أخرى، لكن وظيفتها الأساسية هي نقل الأكسجين، فهناك ممكن أن تزيد العدد. العدد طبيعي عند الإنسان الذكر بين 4.5 إلى 6، الأنثى من 4 إلى 5.5. طبعا الأرقام تختلف، اللي مطالبين فيه أنتو هي الأرقام المذكورة في الكتاب، إلا إذا عدلت أنا نصصت على التعديل فتسجلوه عندكم وتعدلوه. طيب، هذه الكريات الحمراء. الكريات البيضاء خلينا نقول من 4 إلى 10,000، الصفيحات من 150,000 إلى 400,000. أصغر شيء هي الصفيحات، بينات تكون الكريات الحمراء في الحجم، وفوقها الكريات البيضاء. طبعا بعض الكريات البيضاء مثل الليمفاويات قد يكون حجمها صغير. الأمر الذي يهمني بالنسبة لهذه الأرقام، يجب أن تدركوا أن لكل عمر خصوصية، فالبالغين شيء والأطفال شيء، ولكل جنس خصوصية. أرقام الذكور غير أرقام الإناث، أرقام فترة الوليد غير. يعني مثلا في فترة الوليد ممكن يكون كريات البيض 20,000، وهذا شيء طبيعي. أيضا الظروف المحيطة، فنحن حين نحدد فقر الدم، هو خطأ التعبير فقر الدم، لكن درج فقر الدم يعني فقد كل العناصر. والحقيقة حين نتكلم عن فقر الدم نقصد به نقص الكريات الحمراء أو نقص الخطاب في هذه الكريات. فحين نتكلم عن فقر الدم أو عن شذوذ عددي في هذه المكونات، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار السن، الجنس، ومنطقة الإقامة بالنسبة للكريات الحمراء. لماذا؟ الذين يعيشون في المرتفعات يكون لديهم نقص أكسجين مزمن، حيث يخف تركيز الأكسجين في المناطق العليا، كما يقول الله: ومن يرد أن يضله يجعل صدره حرجا كأنما يصعد في السماء. الصعود إلى الأعلى يترافق بضيق الصدر لنقص الأكسجين. فحين يعيش الإنسان لمدة طويلة يتأقلم جسمه بزيادة النواقل، نواقل الأكسجين التي هي الكريات الحمراء. هناك أيضا تعديلات أخرى نتكلم عنها في حينها، فيجب أن نراعي بعين الاعتبار الإقامة. حين نعطي أرقام فهي للناس الذين يعيشون في ظروف طبيعية لا هي حدية من أي طرف، لا يسكنون في المرتفعات وكذا. أما بالنسبة للعمر والجنس فحين ترون تحليلا يجب أن تتأكدوا من العمر. طيب، أيضا تتدخل عوامل. أنا جاني من كم يوم مريض عنده تجمع سوائل وذمي متعممة، فبسبب هذه الوذمة يخف تركيز الدم، فكل المكونات ممكن تكون أقل. فإذا يجب أن نراعي هل المريض متجفف. إذا كان متجفف بكثرة فسيعلو تركيز الدم قليلا. كل هذه الأمور يجب أخذها بعين الاعتبار. هل هو صائم؟ هل هو مفرط في السوائل؟ هل يتناول الدخان؟ كل هذه الأمور نضعها في الاعتبار. نحن أخذنا دم من الإنسان، ماذا نفعل؟ أردنا أن نثفله. التثفيل هو دوران الوعاء الذي يحتوي الدم بسرعات عالية، مثلا 3000 دورة في الدقيقة، فينتج عنه ترسب العناصر الخلوية ومعها بعض العناصر اللا خلوية،
إنما بشكل رئيسي تترسب الكريات الحمراء حيث أنها الأكثر عددا. الكريات الحمراء قلنا بالملايين، الكريات البيضاء بالآلاف، 4 إلى 10 آلاف، بينما ديك نفرض 4 ملايين إلى 5 ملايين، فتكون هي النسبة الأكبر في الرسابة. الرسابة يسمونها الهيماتوكريت، كريت أو توكريت أو كذا، تدل على التكثف المكداس. فوق طبقة الكريات الحمراء تكون عندنا طبقة رقيقة من الصفيحات والكريات البيضاء، هذه لا تعتبر لكن تسمى بوفيكوت، أنا ترجمتها بالغلالة أو الطفاوة، تجدون لها تسميات مختلفة لكن المتعارف عليه عالميا بوفيكوت. مقياس ارتفاع عمود الكريات الحمراء بالنسبة لحجم العينة الكلي نحصل على نسبة نسميها الهيماتوكريت، هذا طبيعي بين 45 إلى 55 عند الذكور، بين 40 إلى 50 عند الإناث. يعني ممكن الأرقام أنا ما بدقق عليها كثير، الأهم بدقق على الفهم، وأذكر وأؤكد الأرقام التي ستحاسبون عليها في الامتحان هي أرقام الكتاب ما لم أعدل. طيب، هذه النسبة تكون أعلى في حالات التجفاف حسب نسبة التجفاف، وأقل في حالات الإيماها الشديدة، لكن هذه النسبة التي نتكلم عنها بشكل عادي عند معظم الناس. حين تقل فعادة يكون هناك فقر دم، ولو أسباب عديدة سنتكلم عنها في بحث فقر الدم. طيب، الآن قلنا في عناصر خلوية في عناصر لا خلوية، ماذا يوجد في الجزء اللا خلوي أو في السائل؟ بشكل رئيسي عندنا ماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فبشكل رئيسي نسبة الماء في المكون السائل هي 90%، والباقي أشياء مركبات. طيب، ما هي هذه المركبات؟ أنا بتركها لذكائكم، ما هي المركبات التي توجد في البلازما؟ حد يفكر؟ طيب، كل شيء يطلب في التحليل هذا موجود في الدم، موجود في البلازما، يعني السكر، حمض اليوريك، الكوليسترول، الشحوم الثلاثية، الهرمونات، البتا السي جي، هذه كلها تسبح في هذا الوسط السائل، تسبح لغايتها. فإذن إذا سئلتم ماذا يوجد في البلازما؟ كل ما يطلب في التحاليل، الهرمونات وحتى الأدوية وحتى البروتينات والشحوم والكوليسترول والشحوم الثلاثية والسكر، كل ما عادة يطلبونه الأطباء من المخابر معناته يطلبونه من أيش؟ من الدم، فهذه موجودة في الدم. كيف يتكون الدم؟ الدم يتكون أصلا من خلية أساسية كبيرة، ليست كبيرة الحجم إنما كبيرة الأهمية، هي الخلية الجذعية، والآن صار موضة هي العلاج بالخلايا الجذعية. ماذا يعني العلاج بالخلايا الجذعية؟ الخلية الجذعية بالتعريف المقبول حاليا هي خلية بإمكانها أن تشكل خلايا متنوعة، ينتج من هذه الخلية خلية أكثر تمايزا، هي الخلية المتعددة الدموية، ينتج منها أيضا الأرومات، وهذه الأرومات ثلاثة أصناف رئيسية، أرومة نقوية يكون منها الحمر والكريات البيضاء، عندنا أرومة لمفاوية، وعندنا ما يعطي الصفيحات وتسمى الميجا كاريوبلاست أو عرطلة النواءات. في مراحل موجودة عندكم في البحث
هذه مطلوب حفظها. إجمالاً الخلية كل ما كانت فتية أكثر، كانت النواة كبيرة نسبتها إلى الحجم الخلوي عالي، وهذا ينقص مع نضج الخلية. وعادة الخلية الفتية لا يكون فيها حبيبات، ثم مع مراحل النضج تتشكل حبيبات، وهذه الحبيبات تساعدنا في معرفة نوع الخلية. مثلا عندنا الخلية البيضاء الحامضية، وهذا الاسم أيضا خطأ لأنها خلوية هي بالحقيقة، فتحب الحامض، هي في الأصل محبة حامض، ولذلك اسمها أيزينوفيل، فيل يعني يحب. مثلا فيلسوفي محب الحكمة، فيلسوف، فيل يحب. الخلية القاعدية بالعربي هي الباسوفيل، أي محبة القلوية. طبعا حتى تحب القلوية يجب أن تكون حامضة. وعندنا الوحيدات، هذا من طرف. من طرف الآخر عندنا الليمفاويات، والليمفاويات نوعين، بائية وتائية. التائية تحوي القاتلات المساعدات، لهم أصناف تحتية سنتكلم عنها، ولكل صنف وظيفة. طبعا هناك تآزر بين بعض الخلايا، مثلا المناعة مسؤولة عنها البائية والتائية والكريات البيضاء، لذلك كل هذه الخلايا تتآزر في الدفاع عن الجسم. عرطلة النواءات أو ميجا كاريوبلاست، هذه تتقسم سيتوبلازمها فتعطي الصفيحات. الصفيحات لها دور في تخثر الدم، فزيادتها قد تؤدي، وليس كما هو مكتوب في الكتاب، تؤدي للخثرات، ونقصها قد وليس حتما يؤدي إلى النزوف. نقص الصفيحات الشديد يؤهب للنزوف حسب شدته، فالنقص البسيط أو المعتدل يكون النزيف تاليا للرد. بدي أشغل الكاميرا أشوف نايمين أنتو، هيكون نايمين ها؟ طيب لا لا دكتور أنا معك معك. طيب فالنقص الشديد ممكن يؤدي لنزوف عفوية. طبعا التخثر تتضافر في إحداثه عدة عوامل، جدار الوعاء والبروتينات الذوابة في المصل، عفوا في البلازما. وطيب طالما قلنا هيك، شو الفرق بين البلازما والمصل؟ الفرق هو وجود الفايبرينوجين. في البلازما موجود فايبرينوجين، في المصل لا يوجد، بالإنجليزي سيرم. التحاليل البيوكيميائية تجرى عادة على منزوع الفيبرينوجين على المصل سيرم، أما التعدادات ووظائف التخثر فتجرى على البلازما. التعدادات الخلوية على الدم كامل مع مانع تخثر، أما فحوصات التخثر فتجرى على البلازما غير منزوعة الفيبرينوجين بالتعريف. طيب تكلمنا عن الكريات البيض والصفيحات. طبعا الصفيحات ليس هذا دورها الوحيد، أي التخثر ليس دورها الوحيد، أيضا لها دور في الالتهابات. فإذا كان مريض عنده التهاب حاد ممكن أنه تزيد عنده الصفيحات. تكوين الدم يبدأ في الكيس المحي لحد عمر الشهرين، نراه في الكيس المحي، ثم تدريجيا الكبد والطحال وبشكل رئيسي الكبد يبدأ يأخذ الوظيفة
يعني بشكل تقريبي من الأسبوع السادس للشهر السادس، ثم تدريجيا يتحول إلى نقي العظم. نقي العظم في البدء كافة العظام تكون محتوية على مخ العظم، بالإنجليزي بون مرو، بون عظم ومرو مخ، بالفرنسية موال أسيز. طيب في البدء تكون كل العظام قابلة لتكوين الدم، لكن تدريجيا وبعد الولادة تقل وتتركز هذه الوظيفة في العظام المركزية مثل عظم القص سترنم، الفقرات، عظام الحوض. إذن هذه من المراحل العمرية تستنتج. أول ما يبدأ الخطاب بيكون عندنا 2 سيجما 2 ألف، شوي بشوي بيجي الخضاب الجنيني 2 ألفا 2 جاما. هذا يستمر تقريبا بيكون أكثر فنسبة عالية إلى عمر 6 شهور تقريبا، يبدأ يظهر أو يغلب الخضاب البالغ وهو ألفا 2 بيتا 2، ألفا 141 حمض أميني، بيتا 2 146 حمض أميني. كل ما ذكرته يتعرض لشذوذات، تبعتوا؟ كل ما ذكرنا العدد والشكل وكل وكل وكل. طيب إذا عملنا تحليل لخضاب إنسان ما طفل أو جنين أو كذا، يجب أن نتذكر في أي عمر يكون أي خضاب. الخضاب الجنيني عند البالغ من 1.5 إلى 3، 2.5 3، بين 3 وفوق 3 بشوي بيكون مشكوك في أمره، أما إذا كان أعلى فنشك في مرض دموي. طيب هاي حكينا على الخضاب. طبعا الكرية الحمراء شكلها مقعر ولا تحتوي نواة. لماذا لا تحتوي نواة؟ حتى يكون هي كرية متخصصة. كيف الحصان بيكونوا حاطين له عند عيونه سدادة من هون سدادة من هون حتى ما يشوف إلا الشيء واحد قدامه، وكذلك كرية الحمراء ذات هدف تقريبا وحيد هو موضوع الأكسجين، فلا يجب أن تكون فارغة، فهي خلية بحكم الميتة لأنها لا تستطيع أي أن تنقسم وستموت حتما. عمر الكريات الحمراء تقريبا 120 يوم، نصف العمر بسموه، يعني تقريبا كل يوم تقريبا أقل من 1% يموت من الكريات الحمراء. وكل هذه العمليات التكون والموت هي عملية مستمرة، لا يوجد حدود مثل حدود سايكس بيكو، هون سوريا هون لبنان، لا، الموضوع متدرج. فلا تحتوي نواة حتى يكون الحجم كله فقط وظيفي. لماذا شكلها مقعر؟ طبعا الطبيعية حتى يزيد السطح، وزيادة السطح تفيد في زيادة التفاعلات. ما هي التفاعلات الأساسية؟ هي أخذ الأكسجين ارتباطه بالخضاب ثم إيصاله في التخلي عنه وأخذ ثاني أكسيد الكربون. طبعا هذه الصفة في الخضاب مفيدة في 90% أو أكثر من الحالات، لكنها قد تنقلب ضارة لأنه أيضا يأخذ أول أكسيد الكربون. ما هو الفرق بين أخذ ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون؟ ارتباط الخضاب بأول أكسيد الكربون غير عكوس، وإذا زاد مات المريض، مات الإنسان، هو غير عكوس، يعني يأخذ CO
من الرئة في حال بعض المدافئ، ويرتبط به ارتباطا غير عكوس، يأتي إلى النسج المحيطة ولا يقدم لها أكسجين لأن المكان مشغول في CO. فإذا لم يسعف يموت. بقدر زيادة الأكسجين في الهواء المحيط بقدر ما يزيد إشباع الخضاب بالأكسجين. قلت يمكن سمعتوا عن ناس بيدخلوا تحت المي فترة طويلة، حقيقة دول قبل بيحطوهم في جو 100% أكسجين. نحن الهواء اللي نتنفسه في 21% أكسجين، هذول بيحطوه في وسط 100% أكسجين. طبعا هذا قلة عقل عشان يحقق رقم قياسي ويحطوه في جينيس، يجوز يسبقه ويدخل على الجنة أو على جهنم. مهم جينيس جهنم جنة، فهو بيغامر بنفسه ويأخذ أكسجين عالي التركيز. أيضا في عوامل أخرى لها علاقة بارتباط الأكسجين بالخطاب، هذه العوامل مطلوب منكم حفظها، منها 2-3 دايفوسفوغليسيريد، هذا أنزيم مركب موجود، أيضا البي إتش، أيضا في منحنى لإشباع الخضاب. حين يكون الأكسجين عالي يأخذه الخضاب، يدخل إلى النسج الخضاب الأكسجين قليل فيعطيه، بينما يكون ثاني أكسيد الكربون عالي بنتيجة الاستقلاب والتفاعلات الكيميائية النسج المحيطة، فيأخذه إلى الرئة. وفي الرئة في عنا شبكة واسعة، سطح كبير جدا للتبادل الغازي، يعطي ثاني أكسيد الكربون وهكذا رايح جاي رايح جاي. فمهم جدا. طيب، كل هذه الأمور تحتاج انضباط وقيم صحيحة لكل ما ذكرنا، عدد الكريات الحمر والجريان ونسبة الخضاب وطبيعة الخضاب. هي راح تمر معنا أمراض كثيرة هي خلل في تركيب الخضاب، هذا يؤدي إلى نقص قابلية إيصال الأكسجين إلى النسج. ماذا يحدث حين تقل أكسجة النسج؟ يتفاعل الجسم بشكل تعويضي فيزيد إنتاج الكريات الحمراء كوسيلة معاوضة. هذا ليس أمر بريء 100%، لأنه زيادة الإنتاج تؤدي إلى ضخامة نقي العظم، تؤدي إلى استهلاك الطاقة من الجسم، ممكن يتأخر نمو الطفل، ما يطول ما يبلغ. راح ندرسها في فقات الدم الانحلالية، في أنها أيضا مشكلات كمان. الخضاب زائد الإلفة للأكسجين والخضاب ناقص الإلفة للأكسجين. الخضاب الزائد الإلفة يأخذ الأكسجين بكثرة لكن أيضا لا يتخلى عنه بسهولة. الناقص الإلفة يأخذ قليل لكن حين يصل للنسج يتخلى عن كل ما عنده تقريبا. فنظرت الأمر الصح هو الوسط، زيادة الإلفة غير مقبولة غير مرغوبة، ونقص الإلفة غير مرغوب وغير مقبول. أوقف شوي وأسمع أسئلتكم. طبعا أنا كنت مستني تبعتوا لي أسئلة تكونوا قارين الدرس. أنا كتير بيألمني أنه يخرج جيل متلقي، جيل مسجلات. كان في زملائي أطباء حافظين كتاب نيلسون بصم، تعطي مريض ما بيعرف يجي شخصه. إذا ما عودتوا نفسكم على التفكير والمناقشة، المعلومات موجودة في النت، موجودة في الكتب، موجودة. أنتوا اللي مطلوب منكم تفهموها، تحطوها في مكان الصحيح، تناقشوا، تسألوا هذا ليش.
طيب صحيح حكيم صحيح تفضل. ان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله راح يعني راح يكون حضراتنا تفاعليه باذن الله في المحاضرات القادمه. بس بقى صايره انه في يعني لسه المقدمه في الفيزيولوجيا وانت بتشرح, فنحن تفضلنا انه نسكت حاليا نترك اسئلتنا نهايه المحاضره. طبعا تكون تفاعليه او انه الطلاب وقت اللي يكون عندها سؤال تسال مباشر فتكرم, يعني نحن نترك لك لك الراحه انت تختار. لا انا بريد انت اللي تسالوا, بريد قبل ما اجي على الدرس الدرس اللي بدي اعطيه تكونوا قارينه, بيكون عندكم تساؤلات في نقاط غامضه في نقاط ما اقتنعتوا فيها انه ليش هيك. هذا لما بتبعتوا لي اسئله على التليجرام طبعا النقطه الغامضه عند واحد من الطلاب بتكون غامضه عند زملائه كمان, فلما بنشرح لهم نفيد غيره كمان. وانا بفضل هالطريقه. نحن وقت اللي كنا في الاختصاص كانوا اساسا يقولوا لنا مطلوب منكم تعرفوا هالشغلات نروح نقراها ونجي نسألون عنها. طيب على كل حال هلا بسمع أسئلتكم. اللي بده يسأل يقدم اسمه يقول أنا فلان ويسأل. أنا بستنى أسئلتكم تفضلوا. حكيم أنا عندي سؤال. الطالب محمود الحمود تفضل علي المحمود. بسم الله حكيم. حكيم بالنسبة لك في سؤال, في حال الأذيات العظمية الكبيرة مثلا الإصابة الحربية مثلا الطرفين السفليين أو الأطراف العلوية ممكن تأثر أنت على عصب الدم؟ جيد سؤالك. مثل ما حكينا عادة مين بيتعرض للكسور؟ الكبار. وحكمة ربنا أنه ما ظل في تشكل دم في العظيم في العظام الكبيرة. الأطراف هي بتتعرض للكسور وعند البالغين ممكن تتعرض كل العظام للكسور ولكن بنسبة أقل. ممكن يتعرض كل الأعمار للكسور لكن بنسبة أقل. أما عادة بتكسروا من الكبار فهذه لا يتم فيها تشكل دم. إنما تبقى على نقطة العظم المكسور ينزف وكأنه وعاء دموي. أنا بزمانه تعرضت لحادث فوصل خضابي للسبعة ونص وهي ذكروني فيها لما بنوصل لفقر الدم بنقص الحديد. طبعا نقص الحديد ممكن يكون بسبب نزف مزمن او نزف حاد شديد. طيب سؤال اخر. يلا نايمين. ألو. سؤالي بس إنه شو السبب إنه عند حديث الولادة إنه بكون أعداد الكريات البيض كتير عالية, يعني ممكن توصل 20,000, يعني شو السبب؟ طيب هو لو فكرتي فيها شوي بتحزري السبب. هذا إنسان طلع من بيئة يعني معقدة كوقاية الإنتانات. لكن هذا طالع من بيئة معقمة كان في جوف الرحم محمي من كل شيء وإذ فجأة عم بيطلع لوسط خارجي كثير الملوثات من الهواء إلى الطعام إلى الفحص والدكاترة بيجي هذا بيدقر تمه وهذا بيسحب له الدم. فهذه حكمة من الله. شوفوا في كل شيء في جسم الإنسان في حكمة. بس إن فكرتوا بالحكمة بتعرفوا السبب. هذا إنسان ولد طلع من بيئة معقمة إلى بيئة وكل ماله طبعا الأهل بيحموه بقى وبيغطوه وبيحمموه ما بيسمحوا للجراثيم تجي عليه. الرضاع طبيعي, رضاع الحليب من الأم معقم. هذا كله طيب. المفترض تفضلي. لأيمتى بيضل هذا الارتفاع طبيعي؟ يعني فينا نقول لأي عمر؟ للشهر. الوليد أعلى شيء وكل ماله بيقل. سن الطفولة بيكون الليمفاويات أعلى. بعمر 12 تقريباً بيبدأ يصير المعتدلات أعلى في تعداد الدم المحيطي. أقل من 2 من المعتدلات والليمفاويات بيكون عندنا الحامضيات. وأقل شيء نسبة إن محبات الحامض أي عفواً محبات القلوي الباسوفيل. بالإنجليزي اسمه باسوفيل. بيناتهم في عنا المعتدل الوحيدات لأن المونوسايت. نعم.
يعني يام سؤال آخر تعقيبا على السؤال سأقول زميلي. حكيم الوليد عنده 22,000 كريات بيضاء. طيب بما أن الوليد هو عم يخرج لوسط غير عقيم أو غير معقم، يعني هو الدور اللي أنت تنصير بوسط الأضداد عند الأم، يعني هي لعبة تقوم بفعل رد الحماية أو الحماية بالنسبة للطفل. يعني هي شو الفائدة من ارتفاعه إذا أنا ما عندي خلايا ذاكرة أو عندي أف يعني هو بحد ذاته إنه حماية للطفل بعد ما يولد؟ ألو، شايف العدد كتير قليل، هيك راح يكون عادة؟ إيه معك حكيم معك، بس ما بعرف يبدو إنه قطع اتصال أو هيك شيء. لا لا، العدد إن شاء الله بيكون أحسن من هيك بإذن الله. طيب، كان في أحد الزملاء كان عم يسأل سؤال و... تفضل. تفضل تفضل محمود، تفضل. حكيم بس كان تعقيب على السؤال اللي سألت الدكتورة. شو هو؟ انه الطفل الصغير يعني الوليد وقت بيولد عتقول بيرتفع الكريات البيضاء عنده 22,000. طب شو الفائدة من اذا كان 22 20 قول 20 مثلا 22 تمام 20,000 يعني الرقم مرتفع. طب شو دورن اذا كان لا بالنسبه للوليد بالنسبه للطفل الوليد هذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي تماما حكيم، بس شو الفائده اذا كان الطفل الوقايه تبعته تكون اضداد من الام، الاتي من الام هي تقوم بدور حماية. غريب، ما سمعته معناته الجواب. الاضداد من الام سواء النوعيه او اللا نوعيه غير كافيه. ايوه تمام حكيم. طبعا مو انه هو الطفل واعي عم يكون كريات، هيك الله خلقه انه بهالعمر هذا كريات البيض عاليه. نحن اذا بنتساءل عن الحكمه بنقول الحكمه هي انه الطفل طلع من بيئه عقيمه الى بيئه منتنه، جراثيم معبيه بالهواء وبالجو وبالجلد والاسطح وايدينا، ولما بتحكي معه امه برذاذ التنفس. نعم طيب، في طريقة حتى تبعثوا أسئلة مكتوبة؟ بجوز بعض البعض ما يريد يحكي، إذا في تفضلوا بعثوا كتابية وأنا بجاوب شفهي. طيب أنا رح أنتقي أسماء. مريم بكور موجودة؟ ايه دكتور موجودة. انا سألتك عن ممتاز الكريات البيض. تمام. شو فهمتي بالمحاضرة؟ فهمتي شو قد بتعطي نسبة فهمك للمحاضرة؟ لا تقريبا يعني كل شيء نحكى هو مارر معنا بالسنوات السابقة. ايوه تقريبا واضحة يعني.
في شوي بس يعني لما قرأت المحاضرة أنا بس شوي في إشكال بال يعني بالآليات المناعية وذكر بعض العوامل يعني هذول أكثر شيء يعني فيهم شوي صعوبة. إيه جيد جيد إني سألك. رح نأخذ مناعة لكن مبدئيا بشكل بسيط كتير. الإنسان موجود في بيئة معادية مليئة بالجراثيم والفيروسات والطفيليات و فأول حاجز هو الجلد والأغشية المخاطية، هذا حاجز ميكانيكي. ثم قد يدخل فيروس أو عامل ممرض بشكل عام، فعندنا مناعة لا نوعية، في أضداد لا نوعية وفي كريات، هذه تهاجم العامل الممرض. ومن جملة العوامل في عندنا كريات مختصة بعمل طبعة لهذا العامل الممرض، هذه الطبعة تحفظ في خلايا الذاكرة لمفاوية ذاكرة، حين يأتي العامل الممرض ثانية تكون الطبعة جاهزة. أيضا الكريات البيضاء تهجم إلى محل الجرح فتساعد في الالتئام وتشكل الندبة، هذه من وظائف الكريات البيضاء الالتئام وتشكل الندبة ومهاجمة العامل الممرض فتحتوي وتموت هي وإياه، ومنها يتشكل القيح، هذا القيح هو إشلاء كريات بيضاء مع العامل الممرض. فلا تتصوروا أبدا أن المناعة وحيدة العنصر، لما بدنا نحكي عن مشاكل المناعة نحكي على نقص الكريات سواء البيضاء المعتدلة سواء الليمفاويات البائية سواء التائية القاتلة النيتشرال كيلر، أيضا عن الأضداد الأضداد الإميونوغلوبولينز متعددة، يعنى M وهذا كبير الجزيء، يعنى G يعنى IgE هذا بشكل أساسي مسؤول عن التحسس أو يرتفع في حالات التحسس، يعنى IgA هذا يكون في موجود في الطرق التنفسية والهضمية. عرفتوا؟ يعني لا تتصوروا أبدا أن المناعة مسؤول عنها عنصر واحد سواء كان خلية أو ضد نوعي أو ضد لا نوعي. حين نلقح فإننا نشكل أضداد نوعية، لكن إذا ما لقحنا نبدأ تشكل أضداد نوعية، فلا بد من وجود أضداد لا نوعية تقوم بمهمة الخط الأول. طيب يا علاء ذكرى، علاء معك حكيم. أنت آلاء مو علاء مو؟ تمام. طيب إيش أتعطي نسبة فهمك من المحاضرة؟ يعني 80%. طيب في عندك شيء نقطة غامضة؟ حكيم لحد الآن لا، يعني المحاضرة إن شاء الله مفهومة. تمام. طيب عندك شيء سؤال أو تريدي؟ لا. يا صلاح، 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 هتكون نمت يا صلاح ولا هربان؟ طيب محمد قرى محمد. أيوة حكيم معك. سلامات. اللي إيش فهمت منيح؟ شد تعطي نسبة فهم. والله الله يجزيك الخير دكتورنا، والله الحمد لله مثل ما تفضلت الدكتورة أنه الحمد لله في معلومات كانت مرة سابقة ومعلومات جديدة هلا اليوم، الله يجزيك الخير. بس بقى الملف إيه نعم ما كان موجود قدامنا فكنا عم نسمع معلومات بس سمع، الله يجزيك الخير، لا معلومات حلوة إن شاء الله. طيب بتمنى هذا الكل، طبعا الكل عم بيسمعوني مو هيك؟ إيه الكل حكيم. إيه بتمنى اللي عنده طلبات رغبات مثلا رفع الصوت خفضه رفع وسرعة زيادة السرعة تقليلة، يعني أي طلبات عندكم بعتوا لي إياها على ممكن على الواتس وممكن على الرسالة خاصة على التليجرام. يعطيك العافية يوسف.
يوسف. طيب 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 MSNNKHSB. هلو. هلو. اللي حاطط رمزه MSNSKH. نعم دكتور. يعطيك العافية. في شيء كنتي بتريدي المحاضرة تضمه كان برغبتك يكون موجود وما سمعتي ما وجد؟ هلا دكتور كبداية كانت يعني كفيزيولوجيا حسب ما هيك شفنا وسمعنا منك كانت كتير حلوة، ما حسيت شي ناقص. يعني ما ناقصكم شي؟ بقال المقدمة ما في نقاط كنتوا بتريدوا أتوسع فيها مثلا؟ لا يعطيك العافية دكتور. طيب إذا ما في حدا عنده سؤال راح ننهي الجلسة. قولوا لي في حدا عنده سؤال؟ نستنى دقيقتين ثلاثة نسبح ونحمد الله ونفكر إذا في سؤال. طبعا يا حبايبي يا أبنائي يا بناتي تفضل تفضلي مريم. محمود تفضل. حكيم بحط تعريف الصدمة الإنتانية إنه ارتفاع الكريات البيضاء أكثر من 12,000 أو أقل من 4,000. خطأ. طيب شو سبب انخفاضها؟ شو سبب الانخفاض يعني؟ خطأ تعريف هيك خطأ. هذا أحد عناصر الارتفاع يدل على أن الجسم تعرض لشدة شديدة وهو يقاوم. النقص يدل على أنه استسلم، في استهلاك، يعني الجسم ما هو قادر يكون قد التحدي. طبعا الصدمة أهم شيء في تعريفها هو قصور التروية المحيطية، قصور تروية النسج، مفهوم؟ وله أسباب كثيرة، في صدمة نقص الدوران، في صدمة العصبية، في صدمة الألمية، في صدمة التآقية، وفي صدمة الإنتانية. إذا اقتصرنا بالتعريف على ارتفاع أو انخفاض الكريات البيضاء بيكون خاطئ. الارتفاع الشديد أو النقص الشديد واحد بيدل على أنه الجسم يقاوم، أنه الأذية شديدة لكنه يقاوم. الانخفاض الشديد يدل على أنه الجسم على وشك النهاية. ماشي يا محمود؟ طيب الدرس الجاي أنا بتمنى تكونوا قريتوا المقدمة الفيزيولوجية وتكونوا حفظتوا الأرقام، مو كحفظ أرقام، الأهم هو تفسيره، إنه الرقم العالي هذا بأين عمر، لأين جنس، بأين ظروف، متميز ناقص التميز. ودائما حطوا ببالكم لا تأخذوا عنصر واحد وتحكموا على الصورة السريرية تشخيص المرض من عنصر واحد، لازم تربطوا كل ما ترونه عند المريض. وأنا أدعوكم إلى بيتي. وين بيتي؟ يعني بيتي بالفيسبوك باسمي أنا بدون دال جمال سواس. اللي بيحب يشوف منشوراتي هذا بكون أنا عزمته على بيتي، يعني جمال سواس بالعربي بدون دال بدون ألقاب. إيه أنا في نقطة بحب تكون واضحة بذهنكم، مهم جدا عندي الأدب والأخلاق. يعني ممكن الواحد ما يكون شاطر لكن إذا كان سيء الأدب هذه مشكلة. أنا يطلع عندي أخرج طبيب سيء الأخلاق، لا والله ما بعطي أنا سلاح يؤذي المجتمع فيه، خليه هيك أمي أو عمي أفضل له. فمهم جدا كلياتنا نحترم بعضنا وكلياتنا نتعاون، بيكون عنا إرادة الخير لبعض. أنا بريد خيركم وأنتم بتريدوا خيري.
تريدوا خير بعضكم. أهم شيء اللي صابنا في الفترات الماضية كان سببه إنه قلة الأخلاق. اشتغلنا بدنا نعلى نعلى نعلى. إيه طيب ما إشي بتعلى بس أعلى بأسلوب بأصول. التنافس الشديد والدوس على الآخرين ما هو مقبول أبدا أبدا. خلال دقيقتين ثلاثة رح أنتظر أسئلتكم. إذا ما في سؤال رح أكون يعطيكم العافية. حكيم هيك في سؤال ولو هو إنه خارج المحاضرة ممكن نحكي لنا شوي عن العلاج بالضغط العالي بالأكسجين إنه هيك لمحة بسيطة عنه يعني. والله هو هذا مو من ضمن اختصاصي لكن هو أخذ حجم أكبر بكتير من حقيقته. ممكن يفيد إذا كان في عنا حاجة لإيصال الأكسجين لمناطق ما عم توصل التروية بسبب مثلا تليفات أو قلة التروية، لكن ليس كما يشاع عنه هو صار وسيلة تجارية. أيوة تمام حكيم الله يجزيك خير. الله يعطيك. طيب يا أبنائي يا بناتي الله يعطيكم العافية وإن شاء الله نلتقي. أنا الحقيقة اللي موقفني عن القدوم هو إذن العبور. لحد الآن أنا في إسطنبول الآن ما حصلت إذن عبور. إن شاء الله نلتقي فيكم إذا حصلنا إذن العبور. لعل الله سبحانه وتعالى يهيئ. تصبحوا على خير. السلام عليكم.